الحقيقي عبر الجبار والاسم الهائلي بالواجب. الأحداث الجانحين اللي كيتحلوا على المحكمة. حتى المهنة ديالي إلا كانت كرة القدم. من بعد الحرب. هو مفكر ومثقف وعالم مستقبليات مغربي، يعتبر من المراجع العربية والدولية في مختلف القضايا السياسية والعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية. حاز على أكثر من جائزة بأكثر من بلد، جال كثيرا بدهاليز المنظمات الدولية وبلغ بداخلها أسمى المناصب وندد بمواقفها في قضايا الحاضر والمستقبل. إنه الدكتور المهدي المنجرة. المهدي المنجرة ولد محمد المنجرة وربيعة المريني. ازدادت في 13 مارس عام 33 في الرباط في مراسة، الدار اللي دي مراسة دابا ديال النقابة ديال حزب الاستقلال. تما خلقت، مشيت للمدرسة ديال الليسي فرنسا في الابتدائي، ومن بعد جاء الحرب ورحلنا من الرباط للدار البيضاء، وبين قوسين الاسم ديال المهدي عنده واحد الحكايه وراه. الوالد الله يرحمه كان راجل يهتم كثير بالمستقبل، وخلق النادي الطيران في عام 24. والصدفه ماشي هي الصدفه، هي يعني مع الطيران، وهو انا في حياتي دابا عامل اكثر من 5 مليون كيلومترات في الطيارات. حياتي تقريبا كلها دازت في الطيارات. عام 48 كانت تقريبا تدحيت من ليسي ليوتي لاسباب ليس ثقافيه او القرايه ولكن سياسيه، لان كنت نجاحد وتنواجه الاساتذه لما تجي القضيه العلاقه ما بين فرنسا والمغرب. من بعد ما تدحيت من المدرسه عام 48 من ليسي ليوتي، يالله الحل ذاك الوقت الوالد اللي جبر، كان شي اصدقاء تعرف معهم في وقت الحرب، هو صفني لامريكا. كنت اول طالب مغربي، درت عامين الثانوي في الولايات المتحده، درت من بعد ليسانس في كورنيل في جوده المواد في الكيمياء وفي العلوم السياسيه. وما بغيتش نتجند في الجيش الامريكي، استمحت في امريكا ومشيت لانجلترا ثاني نكمل الدكتوراه ديالي، حيت ربحت عامين وخديت المنحه ديال العلاقات الدوليه ديال جامعه لندن ديال لندن سكول اوف ايكونوميكس. وكان البحث ديالي على الجامعه العربيه العشر سنين الاولى. داك المنحة ساعدتني باش زرت جميع الدول العربية والشخصيات، وقمت بالأبحاث وبالاتصالات. الأطروحة ديالي هي في الموقع ديالي فيها 600 صفحة، لكن في ذاك الوقت بعدا تنتوقع فشل ديال الجامعة العربية. من بعد مشيت عملت، كنت في الأول التدريب داروا في الأمم المتحدة للناس اللي تدربوا دوزت المباراة، ومن بعد مشيت كانت جامعة محمد الخامس عاد تأسست عام 58، وكنت أول أستاذ فيها. رفضت مناصب في وزارات وبغيت نعطي حياتي للتعليم والبحث. عام 59 فبراير عيط لي محمد الخامس الله يرحمه وسماني مدير ديال الإذاعة الوطنية. أهم كلية مشيت لها وهي الإذاعة. أنا ذاك الفترة اللي دوزت في الإذاعة تعلمت عدة لغات، لأن اللغة اللي باش تهدر مع الصحفي
ماشي هي اللغه باش تتهضر مع المنتج، ماشي هي اللغه باش تتهضر مع الفني، ماشي هي اللغه باش تتهضر مع المسرحي، ماشي هي الملحن. اذن هذا التعدد المسؤوليات داخل خدمه واحده كان حقيقه درس كبير، واعطاني الشيء اللي تنهتم به بزاف هو الابداع والابتكار في الخصوص من الناحيه الفنيه. اليابان وعندي شرف كبير ديال واحد الجائزه ديال الامبراطور ديال اليابان عطاها لبعض الاشخاص في الذكرى ديال 75 سنه ديالو، ديال 75 سنه، لان الطريقه باش برهنت وبينت فسرت ما هي الحضاره اليابانيه واهميه النموذج الياباني فيما يخص العالم الثالث. الحمد لله بقطع النظر عن الوضع والبؤس الموجود في هذه البلاد، حتى اللي ما يقدروش يخطوها هي واحد الكرامه اللي هي داخليه، هذيك الكرامه للانسان باش يعرفوا من زين الصباح شكون هو زين غادي وشنو تيدير. طبعا تتفرع من الكرامه، الا خليتها الكرامه ما عندها معنى. تيجي دور حقوق الانسان المتنوع، وكل نهار كل يوم تنشوفوا ان هذا الميدان ديال حقوق الانسان تيتوسع وتاخذ ميادين اخرى. خلي الايكولوجيه وخلي هذه، وقضيه الرشوه هي الاساس، هي الاساس. لا تنفيق شوي مؤخر تنفطر تنطلع الصحف، تنمشي لواحد المكتب اللي عندي هنا، ولكن الخدمة الحقيقية عندي أنا تتبدأ في المساء، أن الأمورات الإداريات السيرية فنواجب الميساج تجيني ما بين 50-60-70 إيميل، ولجبرت لي واحد اللي قلت بأنه صفت الإيميل ما وصلش شوى ونعطيك اللي تبغي. شكرا على الزيارة، والنجاح والتوفيق لهذه المبادرة ديالكم.